السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في حلقة خاصة وتحدي خاص. هذا التحدي راح يكون برعاية سوني، واللي قررت تجمعنا اليوم علشان نلعب هذا التحدي ونجرب شاشة سوني الجديدة. الشاشة هي برافيا XR A80J. الشاشة هذه طبعا مزودة بمعالج الكونجتيف بروسيسور XR، والمعالج هذا يتميز بالذكاء الاصطناعي واللي يعطيك تجربة ممتازة مرئية وسمعية. الشاشة من نوع OLED، النوع هذا معروف عنه بأنه يتميز بالألوان الدقيقة أو القريبة والسواد الغامق. طبعا راح يعطيك تجربة جميلة جدا في الظلام، لأنه الأسود راح تشوفه أسود. الشاشة طبعا أيضا تدعم المود اللي هو الكلاريتي مود، والمود هذا ممتاز في حال أنك أنت حبيت تلعب لعبة سريعة أو تشاهد مثلا مباراة، فالحركة السريعة هذه ما راح تلاحظ أنها فيها كذا تغبيش، لا راح تلاحظ أنه الشاشة في وضوح، يعني أنت قادر تشوف إيش اللي قاعد يصير. طبعا الشاشة كذلك راح تكون جدا ممتازة للأجهزة الجديدة، لأنها راح تدعم 4K وال120 فريم. كذلك فيها مود خاص اللي هو يسموه الجيم مود، واللي هو المود خاص للألعاب، واللي راح يعطيك انبوت لاج أو فترة تأخير أقل من 8.5 أجزاء من الثانية. نروح الحين للتحدي، والتحدي هذا راح يكون إيش اسمه يا عمران؟ المرتزقة للعبة ريزنت إيفل فيليج. الفايز مننا طبعا، من اللي راح يلعب أمامكم في الشاشة، راح يختار واحد من المتابعين ويهديه الشاشة. فاللي يفوز فساد مليون، اللي يفوز نعم بالضبط بالضبط، اللي يفوز عاد الله هلا هلا بالفالو واللايكات ورسائل خاص من دحين، نقول ان شاء الله عاد تجيك. طيب انا عمران الحازمي، انا دبي عمر اليوسف، حلوين ونعتذر على الفيديو، ما انت شايف المكان جديد ونفس اللي مقدمة عشان تغير مكاننا وصارت مشاكل في التسجيل الأول، فاضطرينا نسجل مرة ثانية وجبنا التلفزيون من المكتب وحطناه قدامي هنا عشان نلعب فيه عشان نشوف الجودة بالكامل. أوكي سلام عليكم. اللي بسويه غالبا حط فيها كل شيء أوكي بس حس إني قاعد أقول شيء غلط. طيب نأخذ هذا قاعد المنطقة دي، يلا ورينا كيف تاخذ الكومبو. اي 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 والله من زمان على جو لعبة. تكشف تعطيك ستور اكثر ولا اقرا ما في شيء؟ اي يعطيك ستور يا اخي والله عليه. اول طلقة تصير يعني زي هذا، شوف كيف دمجه كان جامد. يس يلا يلا يا اخي، اخر واحد هنا هنا. خربت الكامبو يا والله، خرمته والله خربته. خلاص تطلع ورقه، تربشت والله تربشت. ابوي اصحى خليه. يا ما في بعدين نشوفك. اوكي شكرا لك حبيب قصرت. اوه اوكي ماني متذكر هذا المكان زين. اوكي تذكرته. اوكي وينو؟ طلع من اللابو. انا اداري عنكم انتم حركاتكم. في حطك؟ لا مشكل. هذا اللي ما بعد ما مات قال او او طيب او او ايوه ايوه، بس عشان بعيد ما بحيل اصوب خلاص. هذا هو بعيد المفروض تصوب. شوف القريب اصوب، شايف كيف العكس؟ شايف كيف العكس؟ باقي اثنين. اوكي هيد شوت واحد ظهر يبان ان هنا بس. ايوه هذا اللي انت متشايفه، لما تصوب وتطلق انفك. شايف التقنيس؟ اكمل لكم كامل. تفرغ المش طلعوا جلدهم. اوه ايه كنت احتاج حل على الحركه دي والله احتاج. الله سيبك من هذا، لا ينقص الكومبو. دقيقه استنى، لا ينزل الكومبو. انا مو مشكلتي مع هذا، في واحد على اليمين فوق.
هذا المشكلة. أو في اثنين هناك، في واحد على يسار بعد تركب. بشيل واحد بس عشان ارتاح وخلي في واحد قبل ما نفخر عليه شوي عند مكان السفر. ايوه انا عارف انه موجود، بس ابغى اقتلهم متفرقين عشان الوقت الكم. مو قاعد تشوفه ما ادري، ما اتوقع انك شفته. هذول اثنين بس؟ لا في واحد بالله. وين؟ يسار شوي. يسار اوكي صح، هذا اللي من اول قاعد اقول لك عنه. نسيت بسرعه اشي. اوكي والله مرة من زمان على اللعبة. بعدين عددت اي وصل ما يحسب اللي يحسب في باقي واحد. انا عارف باقي واحد بس وين؟ اول يا قليل ادب موت، نحتاجك تموت. خلينا نحط السكين عشان اسرع. وقف وقال خلني احط السكين عشان اسرع. يا والله استفدت. سبعمية الف المجموع كله. كويس كويس. ان شاء الله كويس. طيب سكار ممتاز ان شاء الله كويس. يا ادري الاول تحس في التحدي. يا اتوقع يا نيو ركر اس كفو. يلا جيب اس، ترى فيه تريبل اس. تريبل اس وجبت التريبل اس بس مو في التسجيل. إيه في التسجيل انا اخاف عشان العين عشان. يا طيب يا حبايبي وصلنا نهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع البسيط هذا. استعرضنا لكم وعن نلعب على شاشة سوني، وايضا كان شيء جميل جدا جميل. نراكم على خير. سلام.